لحمه راس في الفرن مع الكاكولا ده طبعا دي هتشيل اي حد في قدامها. يبقى عندي لحمه راس وبصل وجزر وبطاطس وكرفس وزعتر ورقراره وحبهان طماطم وليمون وشطه فلفل حار زعتر كمان مره وزيت، وهنقدمه مع ست الكل الكوكا كولا. انا بعمل حبه الجزر دول كده زي ما انتم شايفينهم، لان عايز اعمل حاجه حلوه. عندي البطاطس وعندي البصل اورما كبيره شويه، بس اورما بس ايه اورما دي نفتح بس المكنه بتاعتنا. انا كنت فاتحها بس ما اعرفش مين قفلها، المخرج بينزل من حاجات كده ورايا. الفطور يا باشا. المانيفيستو. اوعى بقى الطريق. قال لي انت حاطط عليها شويه كوارع. ايوه يا باشا، ايوه يا باشا. واحنا بنلعب ولا ايه؟ احنا مش بنلعب يا باشا. دي البطاطس معاهم اهو، وادي الجزر اهو كده. نيجي بقى هنا 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 يا ابن الحلال. الله يا بلادنا الله. طيب هما فين البتوه اهو؟ يا حبيبي على الملبن، يا حبيبي على الملبن. خش كده اهو. الله الله الله، انا عايز الكوارع تبقى فوق او العكاوي تبقى فوق او لحمه الراس حسب الرغبه، تبقى كده اهو عشان تحصل على اللون الذهبي. طب عايز ايه تاني منك اكتر من كده بقى اهو؟ شفت يا باشا الدلع ده والهنا ده للولد ده.